تكبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرا نام محمد اسیف خان، میں جماعت سوم کا طالب علم ہوں. میرے اسکول کا نام غزالہ انگلش میڈیم اسکول ہے. میرا عنوان کلمات نماز ہے. کلمات نماز: تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، ثنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. ركوع کی تسبیح: سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. ركوع سے اٹھتے ہوئے تسمیع: سمیع اللہ لمن حمیدہ، تحمید، ربنا لك الحمد. سجدے کی تسبیح: سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. دو سجدے کے درمیان: رب غفر لی، رب غفر لی، رب غفر لی. تشهد: التحجات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله خيرا.